السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، yang berusaha penyimam kita SM Din SM Ismail ada majalah yang menunjukkan Alhamdulillah 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 pada hari ini kami jumlah 28 Jamadun Kawal 1444 yang bersamaan Pelubur 22 Disember 2022 kita panjangkan saya beri syukur kepada Allah SWT. Malam ini kalau kebiasaannya kita mengadakan majlis siasin dan tahlil mingguan ni, walaupun bagaimanapun ada hajat ya, untuk kita mengadakan majlis khatam Quran ni, majlis khatam Quran yang mana kita meraihkan kan. Saya pun terkejut juga dengan SMDN pun nak khatam Quran, terkejut juga. Tapi kalau buat ini saya percaya lah, bukan yang utama nak khatam, percaya lah. Saya dulu pun waktu khatam Quran, waktu khatam Quran pun memang buat siap dengan apa, dengan pulut kuning semua lah, bunga telur semua kan. Dan dia memang majlis tu adalah majlis yang kata orang itu memberi makna kepada kita lah. Kalau setengah majlis wali menterus sebelum makan ikan dia adakan majlis khatam Quran untuk pengantin perempuan-perempuan ini biasa. Jadi kita akan adakan majlis khatam Quran ini bermula dari surah Wadduha. Surah Al-Duha. Jadi bacaan itu akan digilirkan antara SMD dengan wahyi kita lah. Jadi masing-masing akan ambil giliran masing-masing mengikut turutan. Peranan saya hanya sebagai pembimbing, untuk pembimbing lah. Dan nanti bila ayat akhir kita akan baca ramai-ramai. Contoh macam surah Duha tu wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, kita semua akan baca ramai-ramai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rahmatan lil alamin Muhammad. Ketemu kita pergi surah yang seterusnya sampai surah dapat jadah surah Al-Masad. Masuk tiga kuliah akhir kita baca serentak. Kemudian Fatihah dan kemudiannya doa khatam Quran. Masya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, semua berjalan lancar, kita akan sempurnakan di sini sebelum masuknya waktu solat fardu Isya. Masya-Allah. Jadi terlebih dahulu kita akan mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى بسم الله
يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك مرجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا القدر
الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رحمة للعالمين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأزرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رحمة للعالمين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
هاوية. هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش. لإلاف قريش. لإلاف قريش. إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون.
يمنعون المعون. لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولي دين. لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة للعالمين محمد. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في دينها حبل من مسد. لا للعالمين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال المؤمن ادعوني يستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين
حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافر وهو يكافيه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عين لك أعلى الدرجات وتدخلنا من جميع السيئات من خير خيرا في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معاننا وللحياة زردا لنا في كل خير وللموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هانية وميتة سوية ومردا غير ذم ولا فادح يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا وما مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا وبكم تقبل يا كريم. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.